Sin Aldin, Sie sind vor 4 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Sie sind Kinderärztin und arbeiten jetzt als Impfärztin im Impfzentrum des Landkreises Tübingen. Wir sprechen über Corona-Schutzimpfungen und wir bei TyNews International hören immer wieder, dass es Gerüchte gibt unter Geflüchteten. Nach der Impfung würde man keine Kinder mehr bekommen. Hören Sie das auch? Ja, للأسف هاي الإشاعة أو المعلومة أنا فيني أحكي إنه يوميا نسأل عن هاي الموضوع، إنه هل فعلا اللقاح يؤدي إلى نقص الخصوبة أو إلى العقم؟ هذا السؤال يشغل بال الكثيرين، بخاصة الفتيات في سن الإنجاب. كثير من المخاوف والشكوك، كثير من الإشاعات أحيكت حول الموضوع لقاح الكورونا. موضوع العقم بعد اللقاح هو موضوع لا صحة له، وهي إشاعة فعلا، معلومة خاطئة 100%. اللقاح قبل ترخيصه هو اللقاح طبق أو تم تجريبه عند أناس متطوعين، من بينهم كان فتيات في سن الإنجاب. دراسات اللي أجريت فيما بعد بينت بأنه لا يوجد أي دليل على إمكانية العقم بعد تلقي اللقاح. وعلى العكس، نحن حسب منظمة الصحة العالمية، بحسب منظمة أطباء أمراض النساء والتوليد، يوصون بتلقي اللقاح لدى الفتيات قبل الحمل. يعني إنه هي هلأ ما في دراسات بموضوع حماية الجنين أو موضوع فاعلية اللقاح أو خطورة اللقاح أثناء الحمل. نحن ننتظر الدراسات ربما في المستقبل القريب، لكن توصي بتلقي اللقاح، وحتى الآن تبقى شائعة من الشائعات، وسؤال الذي كثير ما نسأل عنه بمراكز تلقي اللقاح. Vielen Dank, Frau Dr. Sin Aldin. Danke auch.